السلام عليكم. واخيرا وليس باخر، بدات كدب الحياه في الجلسات من بعد ما كانت من بعد ما كانت يعني شيء ما بطيئه وشيء ما بارده الى اخره. بدينا كنحسوا، انا بعدا شخصيا بديت كنحس بالملف، نيت كنهضروا على القضيه، خد المسار ديالو الحقيقي. والسيد القاضي مشكور جدا على التدخل ديالو، كونو بحال داك النهار اللي قلت انه ما قال عيب، قال لك حنا غادي نمشيو بالحقيقه حتى نوصلوا لنقطه النهايه، انت حنا مع هذا الملف حتى نوصلوا الحقيقه باش كل واحد ياخذ حقه. وقال ايضا على ان القرص او التحقيقات 98 اللي حنا مازالين كنددوا بها واللي خاصها تكون هي هذاك المحضر 8 داك التحقيقات 98 او داك بالتالي داك المسطره كامله اللي كانت عندها مرفقات واللي مازال كنقولها واخا كينقدوني تيقول لك مازال فيها ديال 2013 نعم لا من 2007 كاين فيها مازال كنقولها وثائق تتهز وثائق تتحط، ما كنقولهاش من فراغ، حيت المرفقات وكفى بالله وكيلا المرفقات ما كايناش في التحقيقات، المرفقات بالحرف سطح دار ومرقمه بالترقيم، وحتى مثلا الا كان شي كتاب تيكون فيه ارقام خاصو حتى ورقه ما تخص حتى بطر ما يكون على مستوى المسطره. نعم نعم غادي نمشيو عاوتاني عند كتابه الضبط وغادي ناخذوا الملف كما هو، ولكن الملف ما غاديش يكون بداك الشكل الاول، يعني مبعثر بهذه العباره، غادي يكون ملف مرقم وحتى ورقه، كل ورقه كتبع اختها باش ما يكونش فيه يعني خصص. هذا هو اللي كنطلبوا حنايا، لان دابا حنا عندنا شي اوراق تنبداو نقراو ما كنصيبوش التتمه، او كنصيبو التتمه ما عندناش بدايه، وهذا راه ما غاديش يخلي لا العداله تحقق ولا السيد القاضي كذلك ومثال حتى هو يقوم بشغله، لان خصو يكون لي مايون دو بوغ ديالو يكونوا كلهم حاضرين، حتى هو خصو نيت راه كامن على ان الملف خصو يكون مرقما ويكون فيه الوثائق كامله، اللي انا مازال تنقول شي كاين وشي ما كاين. حنا غادي ندخلوا دابا ان شاء الله ناخذوا الملف كامل ما غنخليوه في فيه حتى ورقه. كنتم شي شكايه حول الموضوع؟ نعم وضعناها في مع الجلسه الفارطه. نعم. ام حياه بحكم انك خصمت المرافعه ديال الدفاع الخصم وانت ملمه بالملف. نعم. كانوا اربعه او خمس نقاط قويه كيشوفوا بانه فيها اجراءات شيئا ما بين قوسين فيها نقاش، كيفاش كتشوفي النقط اللي درجوا الدفاع ديال الخصم؟ الدفاع ديال الخصم مازال تيندد كيطعن في الانابه وكيطعن في التحقيق ديال السيد القاضي التحقيق، وكذلك ومثال تيرجع شيئا ما بشيء مباشر او غير مباشر للاختفاء، وهذا انا كنقول انه كان زمن قد ولى الاختفاء، نحن نتكلم على قتل ما كاينش اختفاء، اختفاء كان مازال تنقولها كان مسار غدينا الحائط لا اقل ولا اكثر، دابا حنا في واحد الاتجاه اللي هو القتل، غادي حنا غادي ندليو بمسائل ديالنا وهما غيدلوا بمسائلهم وغادي نوصلوا للحقيقه، انما اللي دلا بشي حاجه الدليل القاطع التقني الميداني العلمي وبدون زوير وبدون دخل وخرج. نعم. السيد الرئيس لما يتقدم امام ديالو الدفاع سواء ديال الطرف المدني نتوما ولا الطرف الخصم دائما ينادي بالام حياه كيعيط لك كيتعامل معك بواحد السلاسه بواحد الطريقه باش يوضعك اكثر في الصوره. رائع جدا. في الجلسات مع الرئيس الان. نعم رائع. سيد القاضي حقيقه حتى القضاة اللي كانوا جزاهم الله خيرا، ولكن هذا انا قلت لك زرع الحياه في الملف، زرع الحياه في الجلسه، ما بقاش ركود،
انا عشت واحد الركود وعشت واحد الملل، مي دابا بديت كنشوف ان القضيه غادي تتحرك، ولو كتحرك بشويه على اي الحركه كاينه والحركه فيها بركه. استاذ رئيس الجلسه قال لك نحن نعمل بالظاهر والله يعلم بالسرائر. نعم حقيقه حقيقه هذه مقوله ما لا يشوبها شائب، انما المعنى ديالها هو انه غادي نمشيو حنا بالدلائل، كل حاجه بالدليل، ماشي غير الدليل المسطري بل الدليل التقني الميداني العلمي شنو ما بغيتي، لان الملف ديال التهامينه ما تحلش بالعلم وبالتقنيه وبالمسائل الميدانيه، راه ما غاديش يتحل، المساطر بوحدها ما كافياش في هذا الملف بالخصوص. هذه جريمه ترتكبت في حق ولدي الله يرحمه، خاصها تثبت، انا نثبتها وهما يدافعوا على راسهم بالدلائل، انا ما هربت من حق. عانيتي كثير في هذا الملف وخرجتي الملف من الحفظ ثلاث مرات. نعم عانيت ومازال كنعاني ومازال غادي نعاني. انا قلت في واحد النهار قلت لكم باللي انا هذا الملف ديال التهامي راه دارني في الدل ومازال في الدل ومازال غنشوف الدل، ولكن على وجه الوليدات ما كاين حتى مشكل. شنو تبغي تقولي للناس اللي كاملين اللي جاوا اليوم وكيساندوك في هذا المحكمه؟ حقيقة مشكورين رأي العام، عرفتي رأي العام أنا موقفي منه سليم جدا وكنشكره بزاف وكنشد عليه بحرارة، لأن حقيقة كنقولها بهكذا سخليا كتافي، على الأقل تنصيب اللي شاطرني رأي، وعلى الأقل كنصيب شي واحد كيف أنا خفت على ولدي كيف حتى هما خوفانين على ولادهم، هذا راه مصير مستقبلي خاص له واحد يصبره من الأول من الجدر ديالو. إذا المحاكمة تأجلات شهر جوج؟ نعم نهار 10 شهر جوج ان شاء الله. الله يخليك. السيد قاضي التحقيق بإحالة على الفرقة الوطنية لإجراء البحوث وأمر غير قانوني، هذا رأيه دعمه بنصوص قانونية، وحنا غادي نجاوبوا على الدفوع في الوقت المناسب أمام الهيئة. حنا عندنا ما نقولوا في هذه النقط، هذا هو اللي كان. الملف راه تاخر ل 10 جوج ان شاء الله لاتمام المرافعات ديال المحامين ديال المتهمين بشان الدفوع الشكليه. امور كما كنقولها وكنكررها الى حد الان امور عاديه، الامور غادا المحاكمه غادا بطريقه سليمه والحمد لله. شي سؤال فاش لا ما يمكن ليش لا ما يمكن ليش لا، وهذاك مرافعته مبنيه على اساس قانوني اللي هو مقتنع بها، كل واحد والقناعه ديالو وعنده قناعه ديالته، انا عندي قناعه مخالفه، وفاش غادي تجي نوبتي باش نرافع راه غادي نقول للهيئه المقره الموقف ديالي، حتى انا مدعم بنصوص قانونيه وبيانات صحيحه، وفي الاخر الهيئه اللي غادي تحكم، ما يمكنليش نحكم على المرافعه ديال الزميل. ما يكون بالنسبه لي التصرف يكون غير اخلاقي من جهتي اذا بديت كنعلق على المرافعه ديال الزميل اللي كيخصني نحترمه ونحترم المضمون ديالها، لا سيما انه قديم مني، وبالتالي هذا هو النقاش، كل واحد كيعطي بيانات ديالو مبنيه على نصوص قانونيه والمحكمه كتحكم وهذا هو القانون. نعم سيدي. لا يوجد المعاون بالاخلاق طبيعي على المرافعه ديالو، نعم، ولكن يناقش حوالي اربع او خمسه نقط قويه كيشوفوا بانه فيها ثغرات اللي كان الملف عند السيد قاضي التحقيق، الراي ديالكم في اطار القانون وهذا لا دابا دابا لا بلاتي لا بلاتي واخا لا بلاتي واخا يمكن اسمح لي اذا ما فهمتكش، يمكن ما يمكن لياش نعطيك الراي ديالي القانوني في شان المرافعه ديال الزميل دابا هنا، لانني خصني نخلي الاولويه للمحكمه، اولا غادي نولي كنرافع كيقولوا لك المرافعات ديال كيسميوها المرافعات ديال التروطوار، ما فهمتي اخلاقيا عاوتاني خصني نخلي الكلام ديال الهيئه. ما يمكن يقول لك ان الاستاذ المحترم تقدم بمرافعه ديالو
شار شي المراجع ديال الفصول القانونيه عنده اطروحه ديالو. انا عندي وحده اخرى، عندي فكره اللي باقي خصني نطور وخصني نبحث، وغادي نجاوبو في الوقت المناسب بناء على نصوص قانونيه في اتجاه مخالف للاتجاه ديالو. هذا الشيء اللي كاين. سيتو المنهج ديالي داير السيد الرئيس الان تتبع الجلسات بطريقه ذكيه ومفهومه للوصول لهدف اللي هو الحكم النزيه بطبيعه الحال. واش كتشوفوا الطريقه اللي تعتمد عليها رئيس الهيئة؟ لكن حييها، طريقة ذكية، طريقة صائبة، الأمور على ما يبدو منظمة، المحاكمة غدا بسلام، ممكن يكون مرة من طرف الدفاع لا حنا ولا هما شو دين الفعل، ولكن داكشي جاي من القناعة ديالنا، لأن المحامي كيكون كيفاش كيتبنى الملف راه كتكون عنده واحد القناعه، كيكون بحال كيرد القضيه بحال ديالو. هذا شيء طبيعي، وكل محامي والشخصيه ديالو، كاين كل واحد والاسلوب ديالو. فيما يخص التنظيم ديال الجلسه، الى حد الان الامور غدا بسلام الحمد لله. ما يمكننا غنحيوا الهيئه المحترمه، نتمنوا ان هذا الشيء يوصلنا للحقيقة، وهادشي اللي كنطلبو اللي كتطلب السيدة حياة أم المرحوم. أستاذ زياد، عطاكم مجموعة أستاذ زياد، ما كان جواب الهيئة؟ لا، على ما يبدو محضر 98 راه جبدوا لينا من الملف. السيد الهيئة المحترمة راه قلبت عليه وجبدتو لنا ووضعتو لهنا إشارتنا باش نصوروا، وغادي نصوروا وغادي يتناقش هو كذلك. كلشي مطروح للنقاش. بالنسبه للقرص المدمج، لا، القرص المدمج ما يمكنناش ناخذوه لان يمكن له يضيع، فبالتالي المحكمه قررت انها هي تحتفظ به، واذا اقتضت الضروره راه غادي تعرض في الشاشه امام العموم، وكلشي غادي يشوف اللي كاين، ما عندنا ما نخبيو. 10 جوج ان شاء الله باذن الله لإتمام دفعة الشكليات ديال المحامون ديال المتهم.